إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان رئيس النادي. أكد مصدر مقرب منها أن إدارة الليت توصلت لاتفاق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الميركاتو الصيفية الحالية مع صفقة سنغالية كبيرة. المصدر المقرب أشار إلى أن نادي الشباب قريب للغاية من التعاقد مع ألفريد ندياي اللاعب السنغالي ومدافع نادي فياريال الإسباني والذي يلعب حاليا مع نادي مالاغا على سبيل الإعارة من الغواصات الصفراء. وفي حال تعاقد الشباب مع ألفريد ندياي سيكون سابع أجنبي ينضم للليت في فترة الانتقال الانتقالات الصيفية الحالية. كما كشفت صحيفة إيس الإسبانية عن توصل نادي الشباب لاتفاق مع اللاعب السنغالي نجم خط وسط نادي فياريال لضمه إلى صفوف الفريق الأول. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب وصل إلى المملكة بالفعل حيث سيوقع على عقود تربطه بالشباب لمدة 3 سنوات قادمة على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة. جدير بالذكر أن ندياي البالغ من العمر 29 سنة بدأ مسيرته في فريق نانسي الفرنسي وانتقل منه إلى عديد من الفرق في تركيا وإنجلترا وإسبانيا أبرزها ساندرلاند وهال سيتي وريال بيتيز وفياريال ومالاغا. ولعب ندياي مع فياريال 15 مباراة سجل خلالها هدف وصنع آخر، بينما شارك الموسم الماضي مع مالاغا الذي لعب في صفوفه معارا في 34 لقاء أحرز خلالها 5 أهداف. وشارك ألفريد ندياي في 360 مباراة مع الأندية المختلفة التي لعب لها حيث نال 95 بطاقة صفراء وحصل على 4 بطاقات حمراء. جدير بالذكر أن نادي الشباب الموسم الرياضي الجديد بدأه بشكل رائع حيث خطف فوزا هاما من نادي الفتح بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفي هذا اللقاء نجح أسبريا نجم هجوم الشباب في فض التعادل السلبي بعد مرور 49 ثانية على انطلاق المباراة ليكون النجم الكولومبي صاحب أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن. عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على فريق الكرة بنادي النصر السعودي وأكبر الداعمين لمجلس إدارة صفوان السويكت رد على إمكانية إبرام صفقات جديدة قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي. واكتفى نادي النصر السعودي بالتعاقد مع صفقتين جديدتين فقط في الميركاتو الصيفي الحالي وهما عبد الفتاح آدم هداف التعاون وصالح العباس مهاجم نجران والذي سوف يعيره العالمي إلى أبها. وألمح المشرف العام على فريق الكرة بنادي النصر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم حاجة الفريق لإبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال الحلافي الذي يفهم في الكرة يعرف أن كثرة اللاعبين وزيادتهم يخربون الفريق، في إشارة منه إلى التجانس بين النجوم الحاليين في العالمي والذين حققوا لقب أغلى نسخة في تاريخ دوري المحترفين. جدير بالذكر أن عددا كبيرا من جماهير النصر ترغب في إبرام تعاقدات جديدة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي يوم 31 من أغسطس الجاري، خاصة في ظل احتياج بعض المراكز للتدعيم. وجاء هذا التصريح للمشرف العام على الفريق الكرة بنادي
قياد النصر السعودي عبد الرحمن الحلافي كصدمة مدوية لجماهير العالمية الذين يرغبون من إدارة نادي النصر السعودي في إبرام تعاقدات جديدة قوية قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، حيث يظهر من خلال هذا التصريح أن إدارة السويكت لا ترغب في إبرام أي صفقة أخرى خلال الميركاتو. ويقدم العالمي بداية موسم ممتازة، حيث حقق انتصاره على ضمك في مستهل مشوار الفريق في الدوري، بالإضافة إلى التأهل لربع نهائي أبطال آسيا وتحقيق الفوز على السد القطري في لقاء الذهاب. يدخل نادي الهلال السعودي اليوم بقيادة المدرب الروماني راز فالوشيسكو مواجهة نارية أمام خصمه نادي الاتحاد، حيث يجتمع الفريقين في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا. ويخوض الهلال مباراته ضد الاتحاد بعدما تأهل على حساب أهل جدة في دور 16 من البطولة الآسيوية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3، بينما نادي الاتحاد استطاع أن يصل للدور الحالي بعد عبور عقبة ضبهان الإيراني بنتيجة 6-4. وتنطلق صافرة بداية مباراة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مساء اليوم 27 من أغسطس في تمام الساعة 8:45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة. وفيما يلي نستعرض لكم متابعينا الكرام تشكيلة مباراة الهلال أمام الاتحاد اليوم. في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، وفي خط الدفاع ياسر الشهراني وعلي البليهي وجانغ هيونسو وحسن قادش، وفي خط الوسط نجد كل من محمد كنو وسلمان الفرج وسيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري، وفي خط الهجوم بافي تيمبي غوميز وأندري كاريلو. كما استقر المدرب التشيلي خوسي لويس سييرا على تشكيل فريق الاتحاد الذي سيخوض بها مباراة اليوم أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي الذي سيجمع بين الطرفين بذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019. وسيكون نادي الاتحاد على موعد مع مباراة قوية ضد الهلال. وفيما يلي نستعرض لكم متابعين تشكيلة الاتحاد أمام الهلال اليوم. في حراسة المرمى فواز القرني، في خط الدفاع سعود عبد الحميد وعبد المحسن فلاتة زياد الصحفي وحمدان الشمراني، في خط الوسط عبد الإله المالكي إيميليانو فيشيو لويس خيمينيز وكارلوس فيلانويفا، في خط الهجوم رومارينيو وعبد العزيز البيشي. أكد مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السعودي أسامة المولد بأن جميع اللاعبين جاهزون لخوض لقائهم مع الهلال في الكلاسيكو الذي سيجمعهم اليوم الثلاثاء في ذهاب دور ربع نهائي من دوري أبطال آسيا، مشيدا بالعامل النفسي والبدني الجيد الذي يمتلكه اللاعبون رغم ضغط المباريات والمشاركة في العديد من البطولات في أقل من شهر. وقال المولد في البداية نسعى بأن ننقل صورة رائعة ومشرفة تليق برياضتنا السعودية نحن والهلال، فجميعنا سيمثل السعودية في البطولة الآسيوية ونسعى بأن نقدم مباراة بحجم ومكانة الفريقين وتاريخهما. ودائما مباريات الاتحاد والهلال لا تخلو من الإطارة الفنية الرائعة، ومن الصعب أن أتوقع النتيجة التي ستنتهي عليها مباراة الذهاب، وذلك لما يملكه الفريقان من لاعبين نجوم
سواء على مستوى المحليين وحتى الأجانب. لذلك نحن مستعدون جيدا للمباراة، واللاعبون حريصون على تطبيق تمارين وتعليمات المدرب سييرا بالشكل الصحيح، وإن شاء الله سوف نهزم الهلال اليوم. وتابع، هناك شوطان سنخوض اليوم. الشوط الأول وهدفنا أن نحسم اللقاء من أرضنا وبين جماهيرنا، وسنحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله تسهل علينا الشوط الثاني الذي سيلعب بمدينة الرياض، وأثق في قدرات اللاعبين وقد تعهدوا على تقديم كل ما لديهم من إمكانيات فنية، وذلك من أجل إسعاد الجماهير التي ستكون حاضرة منذ وقت مبكر، وهذا الأمر ليس بمستغرب على جماهير الاتحاد، لذلك نسعى لإسعادها وتحقيق رغباتها. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.